شوف احمد اللقطات بتوريك ان احنا متورثين الضغط. ضغط لعيبه النادي الاهلي على كتوكم من بدايه المباراه عامل ازاي. كرسات العرضيه الكابتن مصطفى عبده المتقنه. كابتن علاء بيقول لك اول ربع ساعه احنا ما كناش شايفين. هم طبعا كانوا لعيبه على اعلى مستوى وقدروا يوصلوا لاكرامي. لكن اكرامي الحمد لله رب العالمين في المباراه دي كان من نجوم المباراه بصراحه. يعني اكرامي ساعدنا بشكل كبير جدا في بعض الفرص اللي كانت متاحه لكوتوكو. قدر اكرامي ينقذها بشكل كبير. بعد كده دخلنا اجواء المباراه وبدات الثقه تيجي للاعبتنا. ده طبعا جول من الاجوال يا احمد العالمي مصطفى عبده. أيوة. عمل هاف كروس للكابتن محمود الخطيب اللي بيجري بين الاثنين المساكين. وبعدين شوف الرؤيه بقى والثقه والوضع التشريحي. وبعدين بوش القدم عايز الصورتين فيرست تايم واحنا بتوع تشكيل الفريق. بيسجل الهدف طبعا الاول. حاجه تفرح. جمله طبعا هو ثلاث اجوان. الثلاث اجوان حاجه جميله بصراحه. يعني جمله تكتيكيه على اعلى مستوى. طيب قول لي بقى كابتن جوهري، يعني وصلتوا انتوا اعتقد بطل نيجيريا هو اللي كان الدور قبل النهائي اللي هو إينوجو رينجر صح؟ ده كسبناه وتأهلنا المباراة النهائية. ادي الصورة. طيب احنا الصورة يعني ده ماتش الذهاب يا كابتن. ده هتبص الصورة كده هنلاقي زكريا ناصف طبعا منتخب مصر، كابتن طاهر وزيد منتخب مصر، ثابت البطل منتخب مصر، علاء ميهوب منتخب مصر، كابتن مصطفى يونس منتخب مصر، حسام بدري منتخب مصر، مجدي عبد الغني منتخب مصر، مصطفى عبده منتخب مصر، كابتن محمود الخطيب منتخب مصر. وبعدين ده كابتن رمضان السيد اللي تحت. رمضان السيد منتخب مصر. ربيع منتخب مصر. ماهر همام منتخب إيه مصر. يا كابتن ماهر الفورمه دي والجمال والحلاوه والستايل ده. مدحت رمضان منتخب مصر. اكرامي منتخب مصر طبعا. محمد عامر منتخب مصر. يعني الاخير انا مش اعتقد كابتن مختار. مختار سوري مختار طبعا. نجمنا الكبير منتخب مصر. فشوف حتى البدلاء كمان يا احمد الموجودين على الدكه. منتخب مصر يعني انت النهارده بتتكلم في اكتر من 18 لعيب منتخب مصر. هي دي تشكيله لعبه المباراه باستثناء كابتن رمضان وكابتن حسام البدري وكابتن ثابت وكابتن طاهر. كابتن حسام بدري وكابتن طاهر نزلوا تغييرين يعني تبديلين من كابتن جوهري في الماتش. بالظبط دي المباراه الاولى اللي احنا قابلنا فيها الاشانتي كوتوكو في استاد القاهره. وكان اكتر من 70 80 الف يمكن وصلنا ل 100 الف من جماهير النادي الاهلي. الكلام اللي اتقال في اوضه اللبس قبل ما تنزلوا ملعب المباراه. بص يا احمد الكابتن جوهري سبحان الله هو ربنا مديله حته الاعداد النفسي اللي بيتميز بيها. لان هو كان راجل عسكري في الجيش. وكان راجل مقاتل حضر حروب 67 و73. فالكابتن جوهري كان الجانب ده في القوات المسلحه طبعا. كان بيقدر يعني يعيشنا هذه الاجواء. فالنهارده اعداده قبل المباراه كان كلها حاجات حماسيه. خلاص قربنا. هي خطوه حطينا رجلنا ان شاء الله المباراه الاولى. ان شاء الله المباراه الثانيه هتبقى اسهل بالنسبه لنا. طبعا بتقابلوا لعيبه منتخب غانا وانتم منتخب مصر فمش اقل منهم. النهارده باذن الله في التحدي. خلاص البطوله قربت. كل الكلام اللي فيه تشجيع اللي وبعدين بيفتح باب الاوضه بقى وبيخرج اسود. يعني بيزقنا بقى بيزقنا على بره. يلا يلا يلا, يلا. فكل الحاجات دي نازل انت بطاريات بصراحه مشحونه بشكل كبير جدا. نازل عايز تاكل اللي قدامك. ولما نزلت الملعب بقى والجماهير بقى كمان 70,000 موجودين في الاستاد بيشجعوا طبعا تشجيع الجنوني قبل المباراه يمكن بساعه وساعتين. طول عمر النادي الاهلي كده. جماهير بتطلع قبل المباراه بتحضر المباراه قبلها بساعتين ثلاثه عشان تبدا تستعد في تحفيز النجوم قبل نزول الملعب.